موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، حيث وجه تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة جديدة، مؤكدا حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن الشكر والتقدير لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الأخوية، مثمنا ما تتسم به العلاقات بين مصر والأردن من قوة ورسوخ على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا مواصلة مصر العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للسيد الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع اليوناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليونان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاوس دينديس وزير الدفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليونان بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
للسيد الرئيس، مشيرا إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة السيد الرئيس، ومشيدا بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمنا التعاون المستمر بين مصر واليونان سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشددا على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشددا على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانون منه، ومؤكدا استمرار مصر حكومة وشعبا في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية حرصا على أمن واستقرار الإقليم الذي تتزايد مؤشرات الخطر به. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وذلك في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. ويهدف مشروع القانون إلى اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية. استلمت القوات البحرية الفرقة القدير من طراز ميكو A200 لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بإحدى الشركات الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وذلك في إطار تعزيزات قدرات القوات البحرية المصرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية، استلمت القوات البحرية الفرقات القدير من طراز ميكو M10 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SPN الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقات القدير، والتي تعد الثالثة من أصل 4 فرقاطات من طراز ميكو M10 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية TKMS المصنعة للفرقاط القدير.
وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى القوات البحرية الألمانية وشركة تي كي ام اس الألمانية، مشيرا إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة التحديث والتطوير للأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة. وتعد الفرقات القدير إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية، وتهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظا على مقدراتنا وإعلاء لكلمة الوطن، ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.